بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إذا المشاهدين الكرام تواصلنا مستمر وانطلاقاتنا مستمرة نسير مع شوطنا الثاني عشر بمجموع هذه الأشواط. الشوط الثاني عشر يحمل فئة الجعدان المهجنات الأصايل. نتابع الصدارة والمركز الأول، يتقدم المتحد لحمد بن راشد، حمد بن مطر بن راشد بالحائمة الظاهري، بينما المركز الثاني أتابع همال مع المركز الثاني سالم بن عبد الله بن سالم الشريفي، بينما المركز الثالث يتقدم ملبي سعيد بن مسلم بن حمد الجنيبي، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع كيفان أحمد بن عوض بن سعيد النيادي، بينما المركز الخامس مايهاب لعبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، بينما المركز السادس اشوف اللي وصل في المركز السادس هذا الطاغي صالح بن جابر بن صالح العامري، بينما نقلتنا من المركز السادس الى المركز السابع. المركز السابع وصل هنا مستحيل احمد بن راشد بن عبد الله الاكتبي، والمركز الثامن اتابع مكلف حمد بن مبارك بن أحمد المهيري، بينما نقلتنا إلى المركز الثامن. المركز الثامن بهذه اللحظات تشوف مايهاب عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، والمركز التاسع هناك مثير مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي، بينما المركز العاشر يتقدم في هذه اللحظات الذيب حربي بن سهيل بن صالح العامري. هذه النتيجة ونداءنا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة الباحثة عن الفوز والناموس الباحثة عن الانتصار. فنعود إلى المتحد على المركز الأول حمد بن مطر بن راشد بالحايمة الظاهري. ركز يا أبو مطر، ركز مع المتحد الغائد مساري هذا الشوط المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما يتليه كيفان أحمد بن عوض بن سعيد النيادي. هنا ينادي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث الأسماء هناك مستحيل أحمد بن راشد بن عبد الله الاكتبي قادما مع مستحيل في ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع الطاغي صالح بن جابر بن صالح العامري، بينما المركز الخامس مطفي سيف بن محمد البحري العامري، والمركز السادس سادس التحديات تتابع الوصول من همال سالم بن عبد الله بن سالم الشريفي، بينما المركز الثامن هذا السادس. المركز السابع وصل هناك اللي هو مكلف حمد بن مبارك بن أحمد المهيري، والمركز الثامن يتسلل من الجانب الآخر ملبي سعيد بن مسلم بن حمد الجنيبي، والمركز التاسع تاسع الأسماء مثير مكتوم بن عبيد الراشدي، المركز العاشر الذيب حربي بن سهيل بن صالح العامري. هذه نتيجة ونداءنا الأول، نتيجتنا للنداء الثاني للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة. بنعود مع المتحد، يا سلوم يا المتحد، هذا المتحد حمد بن راشد بالحايمة
الظاهري من يقدم لنا المتحد على الصدارة، يقود هذه الأسماء، يقود هذه الشعارات، يسيطر سيطرة تامة، سيطرة فعالة. ركز يا أبو مطر، ركز يا أبو مطر على هذا الموقع المميز، موقع الفوز والانتصار، موقع الانتصار مع اللي هو المتحد على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتقدم كيفان أحمد بن عوض بن سعيد النيادي. أحمد بن عوض بن سعيد النيادي يقدم لنا كيفان على المركز الثاني. المركز الثالث الطاغي صالح بن جابر بن صالح العامري على المركز الثالث. المركز الرابع صوغان الشيخ عبد الله بن حم العامري وصل مع صوغان وأول نداء لصوغان، بينما المركز الخامس الزعيم فهد بن سعيد بن سليم الجحافي بن سليم الجحافي، ولكن أشوف شعار شعار سالم أو فهد بن سعيد أيضا هناك القدوم بهذه اللحظات. شعار سالم بن سعيد بن منان الكتبي يقدم ذعذاع وأول إذاعة لذعذاع، بينما هنا الشعارات وصلت، اتحركت الأسماء وتحركت الشعارات بهذه اللحظات. وصل الجوكر معنس بن حربي بن سالم العامري، يسلم يا اللقاية، يا سلام يا اللقاية، الكيل الأخير وصلنا وغادرنا لائحة الامتحان، وفيه الذلايل تكرم ولا تهان، تكرم ولا تهان. شعارات غدمت، أسماء وصلت، وصل شعار حمد بن سهيل بن خميس الشامسي، وهنا شعار أيضا، شعار معالي علي بن سالم الكعبي، والعديد من الشعارات. وتابع همال سالم بن عبد الله بن ضاع، سالم بن عبد الله بن سالم الشريفي، ولكن المتحد، المتحد الله المتحد، حمد بن مطر بن راشد بالحايمة الظاهرية، هو القائد منذ بداية الشوط، هو القائد والمسيطر منذ بداية هذا المسار. المركز الثاني من الجانب الآخر صغان الشيخ عبد الله بن حم العامري مع المركز الثاني، ولكن المتحد، المتحد، ولكن يا سلام صوغان بدل، صوغان غير مع البدايه، صوغان هذا صوغان الشيخ عبد الله بن حم العامري من قدم لنا صوغان هنا، غير مع الامتار الاخيره، غير واستلم الصداره. سلام يا بن حم، سلام سلام للشيخ عبد الله بن حم العامري على فوز صوغان وانتزاعه المركز الأول في شوط الجعدان. المهجنات رسائل تهانينا والناموس. المركز الثاني همال سالم بن عبد الله الشريفي، المركز الثالث ملبي لأيضا حمد بن سهيل بن خميس الشامسي، المركز الرابع مايهاب عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، المركز الرابع ستة ولا واحد، المتحد الرابع لحمد بن مطر بالحايمة الظاهري، المركز الخامس الزعيم فهد بن سعيد بن سليم الجحافي. هكذا التوقيت الزمني 7:45 توقيت صوغان للشيخ عبد الله بن حم العامري، تهانينا والناموس.